كان اللقاء ديالي مع يوسف كان اول مره في 2004، كان في مهرجان طنجه، مهرجان السينما ديال الفيلم القصير في طنجه. كان هو مشارك وانا كنت مراسله انا ذاك في تلفزيون الاخبار الاسبانيه والعربيه. فكنت في تطوان وعيط لي المدير ديال الاخبار، قال لي خص ضروري تمشي تعملي تغطيه. تلاقينا في واحد القاعه مظلمه، كانت لا بروجيكسيون ديال واحد الفيلم قصير. فغير بالصدفه جلس معايا في الجهه ديالي كانت خاويه. يمكن انا في ديك الساعه كنت عاد دخلت التلفزيون، هو ممثل ما كنتش كنعرف بزاف ديال الممثلين، ما كانتش عندي واحد درايه بالفنانين المغاربه. فكان واحد دائما انا راه مراسله، جيت ناخذ تصريحات وغنمشي في حالي وغنعمل تغطيه عاديه للمهرجان ونمشي. في 2011 من ديك الفتره، يمكن مره الا كان شفته في التلفزيون ولا يمكن رساله قصيره او تبارك الله عليك او فقط. تلاقينا مره اخرى في مهرجان ديال مراكش، وكنت عندي انا مكلفه بالتغطيه ديال الاخبار بالعربيه، الاخبار الرئيسيه، وجبته. كان هو الضيف ديالي، غير بالصدفه تلاقيته وقلت له راه عندك اجي عندي واحد الضيف خصو يكون عندي يوميا، فاقترحت عليه يكون ضيف ديالي. فغير سالينا داك اللقاء وقال لي جوجي بيا. فبالنسبه لي قلت عرض زواج على البساط الاحمر ولكن امام الكاميرا ديال التلفزيون ديالنا، فما خديتهاش على محمل الجد لان كان عندي واحد الاولويات وعندي بزاف الحاجات اللي اكيد في 2011 لان كنت شفته في المهرجان السينما. صافي في ديك الساعه بدينا متصلين مع بعضياتنا ايتو، صافي بدات العلاقه ديالنا شي شويش كتقوى حتى المهرجان ديال السنه اللي من بعدها، وكان خطوبه رسميه على البساط الاحمر.